قال مسؤول إسرائيلي إنه من المتوقع تسليم القنابل التي تطلبها تل أبيب من واشنطن في الأسابيع المقبلة. وأضاف المسؤول أن القنابل ستسلمها واشنطن بعد انتهاء عملية الجيش الإسرائيلي في رفح والانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق أكدوا حاجة الجيش الإسرائيلي إلى هذه القنابل في ظل التصعيد مع حزب الله على الحدود. ومع استمرار التصعيد في جنوب لبنان، أفاد مراسل الحدث بسقوط 3 قتلى في غارة إسرائيلية على بلدة كفر كلا. هذا وكان الجيش الإسرائيلي نشر لقطات مصورة قال إنها لغارات شنها الطيران الحربي على مباني يستخدمها حزب الله في الخيام والعديسة في جنوب لبنان خلال الليل. عرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت خلال مباحثاته في واشنطن خطة اليوم التالي للحرب في قطاع غزة. وذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن خطة جالانت تتضمن تقسيم قطاع غزة إلى 24 منطقة إدارية، كما اقترح تشكيل قوة شبيهة بحماس في شمال غزة تتولى توزيع المساعدات. وتضمنت خطة جالانت أيضا تشكيل لجنة تشرف على عملية انتقال السلطة في غزة برئاسة أمريكية ومشاركة عربية وفقا للصحيفة، إضافة لإنشاء قوة دولية تضم قوات من دول عربية للإشراف على الأمن، مع توفير القوات الأمريكية القيادة والسيطرة والخدمات اللوجستية من خارج غزة حتى تولي قوة فلسطينية لمسؤولية الأمن تدريجيا. وذكرت الصحيفة أن واشنطن تؤيد خطة جالانت، لكنها اعتبرت أن الدول العربية لن توافق عليه ما لم تشارك السلطة الفلسطينية بشكل مباشر تمهيدا للوصول نحو إقامة دولة فلسطينية. نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين أن المعلومات الاستخبارية التي تصل إلى واشنطن تؤكد أن الجيش الإسرائيلي وحزب الله وضع خطة قتالية ما يجعل الحرب تقترب. بوليتيكو قالت إن إسرائيل وحزب الله أوضح علنا أنهما لا يريدان خوض حرب، لكن كبار مسؤولي إدارة بايدن يعتقدون بشكل متزايد أن قتالا عنيفا من المرجح أن يندلع رغم الجهود المبذولة لمحاولة منعه. وأكد 2 من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية أنه من غير الواضح متى يمكن أن تبدأ الحرب على وجه التحديد، لكنهما أشار إلى أن إسرائيل تحاول إعادة بناء مخزوناتها وقدراتها العسكرية بسرعة. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي ثالث قوله إن الخطر الآن أصبح أعلى من أي وقت مضى في الأسابيع الأخيرة. وأفادت بوليتيكو بأن وفقا لتقديرات بعض الدول الأوروبية فإن الحرب بين إسرائيل وحزب الله يمكن أن تندلع خلال أيام، وهو ما دفع كثير من الدول لتوجيه مواطنيهم بمغادرة لبنان. في هذه الأثناء نقلت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أصولا عسكرية إلى البحر المتوسط قرب إسرائيل ولبنان لتكون جاهزة لإجلاء الأمريكيين من لبنان في حال اشتداد القتال بين إسرائيل وحزب الله. ووفقا لثلاثة مسؤولين دفاعيين لNBC فإن سفينة هجومية برمائية ووحدة من مشاة البحرية ستعمل في شرق البحر المتوسط وستكون جاهزة لتنفيذ عمليات الإجلاء من لبنان. وقال المسؤولون الأمريكيون إن هناك قلقا متزايدا من قيادة إسرائيل بتنفيذ غارات جوية وهجوم بري محتمل في لبنان في الأسابيع المقبلة. من بيروت الكاتب السياسي الأستاذ مروان الأمين. أستاذ مروان أهلا بك. إلى أي حد هذه اللغة التي نسمعها من وسائل إعلام أمريكية أو دولية لغة الحرب إلى أي حد هي حاضرة في لبنان أو يشعر بها اللبنانيون؟ يعني الحديث الآن على أننا على مشارف حرب قد تندلع أو تشنها إسرائيل على لبنان. تحية لك وللمشاهدين. تحياتي. صحيح، معظم المجتمع اللبناني عم بحس بأنه وتيرة الاقتراب نحو الحرب
عم تتصاعد. تصعيد الميدان من قبل الطرفين، من قبل الطرف الإسرائيلي وطرف حزب الله، عم بيكون نوعي إلى حد ما مقارنة بالفترات السابقة. في تدحرج للأمور أكثر، ولكن بعد ما وصلنا لمرحلة الانفلات الكلي، ما زالت الأمور في مرحلة مضبوطة. ما فلت الموضوع ولا خرج عن السيطرة. أما بالنسبة للطرفين وموضوع التسلح والتصعيد الإعلامي والتهديدات وزيادة مخزون السلاح عند الطرفين، فهو أمر طبيعي بين طرفين بعضهم ما وصلوا لاتفاق نهائي. وخلال مرحلة المفاوضات بصير تصعيد كبير من أجل تحسين شروط كل طرف. أعتقد الإسرائيلي الأمور واضحة له، ما بده تخلص هيدي الحرب قبل ما يكون عنده أمن كامل لمواطنينه بشمال إسرائيل. هذا الأمر اللي حمله عدد من الموفدين إلى بيروت، ومنهم الموفد الأمريكي هوكشتين اللي زار بيروت أكثر من مرة وعمل زيارات مكوكية ما بين بيروت وتل أبيب. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري و نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب هن الوسطاء ما بين حزب الله والموفد الأمريكي. في مجموعة من الشروط أو من في مسودة اتفاق موجودة على الطاولة. لحد الآن الإيراني والحزب الله أبلغ الأمريكي أنه الاتفاق يمكن أن يحصل ولكن لا يمكن أن يحصل قبل أن تنتهي الحرب في غزة. هذا الأمر ما بعرف إذا الإسرائيلي رح يقبل ينتظر لنهاية المعارك في غزة إن كانت قريبة، خاصة وأنه في معلومات عم تتداول حاليا من أكثر من جهة بأنه ما بين نص تموز وآخر آب هي المرحلة اللي ممكن تكون الأخطر بجبهة الجنوب، لأن بخلال هيدي الفترة يا إما الإسرائيلي بده يفوت بمعركة ويحسم موضوع أمن الشمال بما يسمح لسكان الشمال يعودوا إلى ضياعهم وبلداتهم، وبالتالي بداية العام الدراسي لأولادهم في بلداتهم، أو أنه إذا ما صارت المعركة خلال هيدي الفترة وبالتالي رح يبقوا بأماكن تواجدهم الآن سكان الشمال، وبالتالي رح تتسجل أولادهم هناك، ورح تمتد الحرب كما هي الآن إلى فترة طويلة على طريقة استهداف مركز من قبل إسرائيل لعناصر وقيادات ومراكز ومخازن لحزب الله. طيب أستاذ علي، لما تسمع أستاذ مروان، لما تسمع أنه أمريكا بتنشر سفن حربية أمريكية في البحر المتوسط لإجلاء رعاياها الأمريكيين من لبنان، إذ اندلعت المعركة. هي لا تقول سننشر، لا، هي تنشر بالفعل. وبالتالي هذا ما الذي يعنيه بالنسبة لك؟ يعني أنت، هذا تصرف يأتي من أمريكا، أمريكا التي بيدها المفتاح. يعني إن أمريكا أرادت حرب بهذا الشكل تشتعل، ستسمح بذلك، إن رفضت سترفض. أما وأنها بدأت تأخذ احتياطاتها، فما الذي يعنيه ذلك يعني؟ صحيح صحيح. هذا الأمر بالإضافة للولايات المتحدة، مثل ما بتعرف في الأردن، في الكويت، في غيرها، في ألمانيا، في مجموعة من الدول اللي طلبت من رعاياها إما عدم التوجه إلى لبنان أو مغادرة لبنان. كما أنه نشر، كما ذكرت، بأن الولايات المتحدة قامت بنشر مجموعة من القطع البحرية قبالة الشواطئ اللبنانية من أجل سحب رعاياها، بالإضافة إلى أنه معلومات عم تطلع اليوم بمجموعة من الصحف بأنه أمريكا ستقوم بتسليم مجموعة من القنابل الدقيقة التي كانت معلقة سابقا لإسرائيل. هذا الأمر بدل على أمرين: إما هو تصعيد ونحن رايحين فعلا باتجاه حرب، وأما هو ضغط جدي وميداني من قبل الأمريكي، لأن كما نعلم منذ بداية الحرب حتى الآن الأمريكي كان هو الضابط لخطوة إسرائيلية باتجاه لبنان. عم بيقول الأمريكي للإيراني ولحزب الله بأنه في حال لم تتجاوبوا والتوصل إلى اتفاق الآن من أجل حل مسألة
الحدود الشمالية، فنحن سيخرج الأمر من يدنا، سنقوم بإجلاء رعايانا على من لبنان، وبالتالي الأمر ذاهب إلى دمار شامل. وأعتقد هذا الأمر يخافه الإيراني ويخافه حزب الله، لأن في حال انفلات الأمور والذهاب إلى حرب شاملة، هذا يعني بأن الإيراني سيخسر المدخل الوحيد الذي يملكه على البحر المتوسط، ألا وهو لبنان. وبالتالي نعم أعتقد هي في مرحلة شد الحبال، كما أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن أمريكا كما غيرها من الدول العالم هي دول تحترم مواطنيها ويعنيها حياة كل مواطن عندها، وبالتالي في حال نسبة الخطر ولو كانت بنسبة لم تصل إلى نسبة كبيرة جدا، ربما بعدها بنسبة متوسطة 50-60%، فهذه الدول تتحرك من أجل حماية حياة مواطنيها نعم وتأمينهم بعيدا عن مراكز العنف. بشكرك أستاذ مروان الأمين من بيروت، شكرا جزيلا لك.